أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايماً وأبداً تحيا مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة والجزء الرابع والأخير من نموذج الوزارة التجريبي اللي نزل النموذج الثاني. خدنا الثلاث أجزاء الأولين وتعرضنا ليهم بحل مع شرح، ونجيب كل المعلومات الموجودة في ورقة الامتحان من المنهج. الجزء الأولاني كان الدوت دوكيمو القطعتين اللي هم عليهم 12 درجة، والجزء الثاني عليه 9 بوان اللي هو السيتياسيون المواقف، والجزء الثالث الجرامير دي بوان 10 درجات. النهاردة بنبدأ الجزء الرابع، تعالوا نشوف. ومعاكم مسيو شيرين فريد معلم كبير لغة فرنسية، تعالوا نكمل مع بعض ونشوف ورقة الامتحان. بس قبل ما نتكلم على ورقة الامتحان، الجزء ده رقم كام في الامتحان؟ قال لي عندي البرودكسيون عليه 9 بوان 9 درجات، عندي المل او السؤال المل اللي هو 35 الميرو 35 عليه 4 بوان 4 درجات، وعندي السوجي طبعا بيديني دو سوجي بختار واحد عندي عليه 5 فراز. طيب المال اللي بيجي لي قبل ما اتكلم عنه هيجي لي حاجه من بره المنهج؟ لا. هيجي لي سوجيه ما خدتوش؟ لا، كله طالع من الوحدات زي ما انتوا شفتوا كده، اسئله الجرامير، اسئله المواقف، القطعتين، الكلمات، الجمل، الجرامير، كله طالع من المنهج اللي موجود عندي. طيب لو جينا اتكلمنا بالتحديد طريقه الحل بتاعه المال، انا علقت عليها واحنا بنتكلم في الحلقه الاولانيه بقدم المنهج، قلت ان المال ليه اسلوب في الحل. اولا عندي بيبقى فيه سؤال كبير وبيبقى فيه سؤال صغير، زي النموذج اللي قدامكم. انتوا عندكم قلت لكم الفايل بتاع النموذج موجود معاكم، وهيبقى موجود ملحق مع الفيديو وموجود مع طلبه مصر كلها على موقع الوزاره. بيقول لي او اي تو الي ايير، تذهبت فين امبارح وكومون. شفت سؤال طويل وسؤال صغير. معنى كلمه السؤال الصغير ده ان انا اجابته هتبقى ملحقه بالاجابه الاولانيه، مظبوط؟ ومعنى ان يقول لي او تي الي ايير ذهبت فين امبارح، ما ينفعش اقول له كلمه اوكلوب واسكت، لازم فراس كومبليت. اذا السؤال الكبير فراس كومبليت. ملحوظه تاني على المال، ما ينفعش ان انا الجمله السؤال الاولاني اللي هو بيبقى فيه صيغه هل، يعني مثلا ايه تي ام لو سبور، انت بتحب الرياضه، ما تقوليش وي وتسكت، لا، قلت فراس كومبليت جمله كامله. طب معلومه عليها، ما ينفعش تقول لي نو، يعني ما ينفعش سؤال بيسالك بهل بتحب او هل بتفضل فتقول لي لا، لا انت قفلت المال، ما ينفعش. يبقى دايما السؤال الاولاني بيبقى فيه كلمه وي لان في تتابع بعديه. طيب في حاجات ثبتها في دماغك لما تسال سؤال او وقارنها بالمنهج. او اين او كلوب، الوحده الامنيه بتاعت الرياضه، على كامباني في الريف، او سوبر مارشي في السوبر ماركت، او ريستورون، وهكذا الحاجات اللي طالعه في المنهج. افيك كي، ثبت كلمه افيك ميزامي مع اصحابي. كلمه كومون، ثبت كلمه امبوس. خلي بالك اللي حاطط الامتحان بيسالك، انت بتكتب الاجابه من عندك، بس في خلي بالك من حته، لما تيجي تجاوب لازم اقرا المال الاول مع بعضه فاضي من غير اجابات عشان اعرف اثبت اجابتي ازاي، او اخلي اجاباتي كلها واحده واحده مع بعض ازاي. يعني ما ينفعش تقول لي ايه انا بقدم في النادي الويك اند في النادي، وبعد كده يروح قايل لك انت بتعمل ايه في المزرعه، لا ده هو عايزك تقول ان انت بتروح على كامباني عشان ذكر كلمه لا فيرم. اذا كله متعلق ببعضه. طيب قلنا افيكي افيك ميزامي، كومون اون بوس بالاتوبيس، كون امتى، لو ويك اند او لو فوندردي، ثبت اجابتك. الدرجه هنا محتاجه انت بتطلع كل حاجه من عندك، الجزء الاولاني كنت بتعلم على الاجابه، لا ده بتكتب من عندك، فخلي اجابتك تبقى 10 على 10، كل ما يطلب مني بكتب الكلام ده. طيب لو جينا قلنا كده او اي تو الي ايير، انت رحت فين امبارح
السؤال اللي بعديه الصغير كومون السؤال الثاني والسؤال الثالث ايه افيكي. يعني انت عايز يا مسيو تقول ان المال ده هيبقى كله عباره عن فراز واحده؟ اه كله فراز واحده. ليه؟ لان انا كل اللي باقي ده بيأكد الجمله الاولانيه. او اي تو الي في غلطه كده هنا، مين اللي طلعها لي بالظبط؟ مفيش الاي تي، مفيش التي دي، لان ده فيرب اتر مع تو، اذا دي مش موجوده. طيب اجابتي هتبقى فراس كومبلات، جمله كامله، بعد ما اكتب كلمه سالو اهو في نفس المكان المخصص في ورقه البوكلات هقول جو، الاي هتتحول تبقى سوي، اللي هتنزل زي ما هي جو سوي زالي. ها ممكن ابدا بكلمه ايار في الاول، ايار جو سوي زالي او كلوب. كمل اجابتك كومون اون بوس ثبتناها، و افيك كي اي افيك مي زامي مع اصحابي. اذا دي طريقه الاجابه على المال. لو حبيت اجيب حاجه تانية مش موجوده في المال ده، كال بلا بريفير تو، خلاص. و او تي اشات سيز انجريديان، بتشتري المكونات بتاعته من فين؟ اذا اجابتي هتبقى في السوبر مارشي، الحاجات اللي انا مثبتها. البلا بريفيري الطبق المفضل بتاعي هيبقى مثلا مثلا ديو بواسون، سمك، وهكذا. اذا القصه كلها مش هيجيب لي حاجه طالعه بره المنهج، كله من المنهج، كله من المنهج. طيب ده المال اللي كان عندنا وعليه اربع درجات. عليه اربع درجات، بيجي لك ثلاث اسئله، يعني انت بادئ اجابتك بدرجه. رجاء التركيز في الحل، رجاء ان انا قبل ما اكتب هنا بروح قالب ورقه الامتحان من الاخر من الجزء العربي وابدا اكتب بالرصاص لغايه اما اتاكد ان انا هكتبه ده صح، انقله في مكانه. طيب الجزء الثاني اللي هو بيتكلم عن الموضوع وبيقول لي ايه في الموضوع، بيقول لي او باسي فو فو فاكونس، اين تقضي فو فاكونس الاجازه بتاعتك، كال اكتيفيتي فو فات، ايه الانشطه اللي انت بتعملها، وافيك كي. Vous avez visité une ville, زرت مدينة، décrivez-la، اوصفها من حيث الكاركتير والمويان دو ترانسبور والمجازان، حاجات زي بتاعت سنة تانية. طب الموضوع الأولاني طالع من أني وحدة؟ أو باسي فو فاكونس، قضيت الأجازة، يعني حاجة قريبة شوية من الوحدة بتاعت الريف. ومديني كلمات فواياجي يعني سافر، وانتريسون يعني شيق، ولوتون الطقس. أنا بقى عايز أقف وقفة معاك وتعالوا نعمل حاجة جميلة قوي هتنفع الطالب، لأن ممكن يقول لي أنت قضيت الأجازة في الويك إند في النادي، وممكن قضيتها في الريف، احكي الجمل اللي هنا مش تبقى ماشيه مع اللي هنا. فعايزين نعمل مع بعض حاجه مهمه قوي 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 قوي، ركز كده معايا عشان ممكن ابقى حافظ كتير وكل حاجه تخش في بعضها، وممكن ابقى حافظ قليل بس انا عارف اتعامل ازاي مع ورقه الامتحان. بمعنى يا مسيو، الناس اللي بتحب تكتب من دماغها، ما ينفعش تكتب من دماغك. هتكتب من دماغك يبقى كل مره بتكتب من دماغك في اخطاء، لا، لازم تبقى حافظ عن موضوع محدد، عن سبور بريفري حافظه، الكونسي النصائح بتاعه الجوار حافظها، الـ 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 مثلا واسك تي في تي كورس، بتعمل مشترياتك فين، حافظ، ودون كاريون في اني قسم، حافظ، خلاص، الروبا بريفري الوجبه المفضله، حافظ، وهكذا. تعال نشوف مع بعض بقى حاجة مهمة قوي 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 وهتنفعنا لما الموضوع يجي يتكلم عن الويك اند. ممكن يجي يتكلم ازاي؟ ممكن يجي يقول لي، ركز بقى كده معايا، يقول لي راكونت سو كو تو. بص بقى انا هعمل ايه؟ يعني لازم التعامل مع ورقه الامتحان. انا حافظ موضوع عن الريف، خرجت بره براجع مع زميلي، كتبت، قلت له كتبت الموضوع اللي انت حافظه، قال لك الله، بس اللي انت كاتبه في المضارع والراجل بيقول لك عملت ايه، يبقى لازم تقول عملت، يبقى الجرامير داخل في الموضوع. اه طبعا داخل في الموضوع. بص معايا، تو في او فا فير و ا في. اذا بالظبط الناس اللي عماله تعلق دول التلات ازمنه اللي عندك السنه دي، هم اربعه، الزمن الرابع الباسير السنة الماضي الحديث بتاع كلمه لسه مخلص مش هينفع عندي في الموضوع، لان دايما بعمل ديسكريبسيون، بعمل وصف، راكونتي بحكي.
بتكلم على ايه؟ على لو ويك اند وسكت، يبقى ده مضارع. فافير يبقى لو ويك اند، وازود عليها كلمه بروشان، كلام اللي بنطنشه كده وما نشوفوش الا بعد ما اخرج من ورقه الامتحان، ما ينفعش. او لو ويك اند ديرني. اذا المفتاح كله بتاع الطالب انه بيركز مع ايه؟ قال لي بيركز مع ان كلمه ويك اند وسكت، وبيقول لي راكونت سو كو تو في، بتعمل ايه في الويك اند. بتكلم على زمن البريزون مضارع. لقيت كلمه بروشان وفافير يبقى فيتور بروش، هتكلم في المستقبل. في باسي كومبوزي لقيت كلمه ديرني. اذا احنا هنكتب موضوع في البريزون مضارع، وكل اللي هيحصل ان هو هو الموضوع بس مع تغيير الفيرب اللي موجود من زمن المضارع للفيتور للباسي كومبوزي. الجمله بتقول، هكتب كده موضوع لذيذ قوي، هقول لو ويك اند جو، طالما سكت ما حطيتش اي كلمه من دول، يبقى بتكلم على الاولاني اللي هو المضارع. بقول جو مو لاف ا ساتور، انا بصحى الساعه 7. جو مو دوش، انا بعمل مقدمه يا ولاد باخد بيها درجات. الراجل بيحط لي اونتر بارونتاز تلات تروامو، تلات كلمات. لو عملت جمله على كل كلمه ما عملتش الموضوع اللي انا عاوزه، عشان بس نريح الناس. طب يا مسيو لو جالي كلمه مش عارفها، هتلاقي انت كاتب موضوع، كلمه من الثلاثه مش عارفها هتحطها في جمله، لكن لو الاثنين التانيين انت عامل عليهم فراز خلصت، هتلاقي نفسك موضوع كامل متكامل. طيب جو، بعد ما قلت جو مو دوش يعني باخد الدوش بتاعي، بعد كده جو بران مون بيتي ديجني، يعني باخد الفطار بتاعي. الجمله اللي بعدها جمله جمله جمله، انا هعملها كده جمل تحت بعض، جو في، وهفتح قوس كده واقول لك ممكن اقول كلمه او كلوب في النادي، وممكن اقول لا كامباني فين في الريف. حدد لك اوكي، ما حددش يبقى انت براحتك بتعمل اللي انت عايز تعمله. طيب جيت بعد كده الجمله اللي بعدها، قلت ممكن اقول هنا لو قلت على كامبان شي مون جران بير، هقول بقى حاجات مش هكمل الموضوع قد ما انا هتعامل مع اللي موجود. لو جيت كده هلاقي ده فيرب، ادي واحد، هلاقي مدوش اتنين، هلاقي جو برون مون جران، جو برون الجران البتي ديجنيت تلاته، هلاقي جو في اربعه، هلاقي جملة تانية مثلا بقول فيها جو، لو بتكلم على الريف هقول جو دون ا مونجي، وجملة تانية جو جو او فوتبول. الهدف ان ممكن الاقي جمل كتير قوي بتتعمل مع ان انا هتعامل ازاي. ممكن تحط جمل كتير من عندك، ممكن تقول جو مونت جو مونت اشوفال بركب على حصان، ودي تمشي في النادي وتمشي في الريف، لكن انا الهدف اوريك الدنيا سهله ازاي. برضو ده فعل وبرضو ده فعل، هعمل ايه؟ انا كده كاتبه مضارع خلاص. عارفين لما بتيجي تجيب شامبو تقول لك 3 في 1 3 ان 1، نفس القصه. انا حافظ موضوع، هشيل الافعال، لا ده انا هظبط الافعال بقى في المستقبل، هظبط الفعل بقى في الماضي، لكن الهيكل كله ثابت. هنا لما كنت بقول الويك اند، طب لو عايز اقول بقى الويك اند بروشان، وناخد اكزامبل كده الويك اند اللي جاي، هعمل ايه؟ هعمل ايه بدل جو ملاف؟ هتبقى جو اهو، هقول جو ها في مو لوفي، فعل في المصدر مظبوط. مو دوش هيبقى جو في مو ها دوشي، وهكذا. الناس فهمت ده لما اقول كلمه بروشان. طب لو قلت كلمه ديرني لويك اند، ديرني الاسبوع او الويك اند العطله اللي فاتت، نهايه الاسبوع اللي فاتت، عملت ايه؟ هقول ايه؟ هقول جو ملاف؟ لا، دخلت نفسي في جرامير، بس انت مثبته. ايه جرامير؟ باسي كومبوزي. طب ايه الباسي كومبوزي؟ ده فعل ذو ضميرين، برونومينال، فعل برونومينال ذو ضميرين، بيتصرف مع مين؟ مع ات، تبقى جو ها مو ها سوي وكلمه لوفي عليها اكسون، يعني انا صحيت الساعه وبكمل الجمله. نفس القصه جو مسوي دو شي.
طب هنا برون ده مش من الافعال ال17 او الافعال ال14 ومشتقاتها او الزو ضميرين، بيتصرف مع مين؟ بيتصرف مع افوار، هيبقى جي بري. بري يعني اخذت. وبكمل الجمله، عايز اوصل لك معلومه ان مش القصه انك تكتب، انك تعرف بتكتب ايه. انا اديتك اكزامبل، طبق على النمط ده في الامتحان بتاعك، هتلاقي الموضوع الوحيد اللي ممكن اكتب فيه باسي كومبوزي وفوتور وبريزون اللي هو بتاع اوصف العطله اللي فاتت عملت فيها ايه، ويدي لك الكلمات اللي موجوده هنا. مثلا كان مديني في الكلمات كلمه لوتون، اكتب لوتون اي بو، الجو جميل، انتريسون لو فيلاج اي انتريسون، يعني القريه بيبقى شيقه، او جو مونت ا شوفال ركبت سي تري انتريسون، ده شيق جدا. اللي انت حافظه هيجي لك في الامتحان بنفس النمط، ازاي تتعامل مع ورقه الامتحان. حبيت ان انا اوري لك نموذج سهل طالع من المنهج اللي عندك كله بالحرف. شكرا لحسن المشاهده، واتمنى ان احنا نشوف ونطبق على النموذج بتاع الوزاره ده بقيه الامتحانات، وان شاء الله نلتقي مع بعض في حلقه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.